إخوان، السلام عليكم ورحمة الله. الطريقة لقياس الفوتوكوبلر، نحتاج إلى أدوات فوتوكوبلر. لاحظوا إذا حسب الترتيب ديال الأرجل، هذه سكونداري وهذه البريماري. إذا 1 2 موجودة هنا وثلاثة أربعة موجودة هنا. إذا لاحظوا هذا هو رقم 1 2 3 4، كما هذا 1 2 3 4. رقم 1 به دائرة بيضاء، لاحظوا. إذا هذا هو الأوبتوكوبلر. نحتاج إلى الأوفومتر، نضعه على الديود. لاحظوا نضعه على الديود، ثم نحتاج بطارية 3 فولت موجودة هنا. بطارية 3 فولت، كهذه بطارية الليثيوم 3 فولت. إذا ماذا نفعل؟ هذا هو الطرف الموجب للبطارية، وهذا الطرف السالب. إذا نضع هذا الطرف الموجب على رقم 1، ثم نضع هذا الأوفوماتخ، نضع ميزوستيل أوفوماتخ، عندك الأحمر والأسود، نضع الأحمر مقابل 1 يعني في 4، والميزوستيل الأسود نضعه في الطرف 3 وسيكون مقابل للطرف السالب للأوفوماتخ. لاحظوا بمجرد أن أوصل التغذية لطرفي الفوتوكوبلر 1 2، تظهر مقاومة على الطرفين من الجهة، جهة البريميري 3 4. إذا هذه الطريقة السليمة لفحص الفوتوكوبلر. للمزيد من المعلومات التحقوا بمجموعتي على الفيسبوك الورشة الإلكترونية، وسوف نشرح بالتفصيل الممل هذه الطريقة حتى يستفاد.